نبضتنا حول أداء الأسواق العالمية، نناقش كل ذلك مع ضيفي السيد رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. يبدو أن قرار البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة لا نستطيع أن نعممه، إذ نجد أنه البنك المركزي في الصين يحاول أن يضبط الأمور بطرق أخرى. إلى أي حد تجد أن ذلك أيضا سيؤثر على اليوان الصيني؟ وإذا لم نجاري الفدرالي الأمريكي في الارتفاعات فإن ذلك سيؤدي إلى تغير وتراجع في سعر صرف العملات واليوان على رأسها. فعلا رولا، من ناحية السياسة النقدية البنك الصيني يغرد منفردا بشكل كبير جدا وباضطراره لإبقاء السياسة التيسيرية بشكل عام، على الرغم من أنه تصريحاته الأخيرة اللي كانت قال فيها بأنه لن يطبع المزيد من الأموال بإشارة إلى أنه لا التيسير الكبير، وإنما الأبرز والأهم في هذا النطاق أنه ثبت أسعار الفائدة عند مستويات 3.7%، وأيضا هذه الأسعار هي مرتبطة بالرهون العقارية اللي هي عند 4.8%، واللي كان تم تخفيضها ب 15 نقطة أساس يعني في اجتماعه السابق، بإشارة ضمنية أنه عندنا نحن أولا النمو في الصين عند مستويات نسبيا متدنية. الصين لا يزال دون مستويات النمو التي كان عليها قبل الجائحة، وذلك نظرا للإغلاقات الاقتصادية الكبيرة، ولكن دعينا ننظر إلى مستويات التضخم. التضخم عند 2.1%، بل هناك انكماش في التضخم ب 20%، وذلك في القراءة الشهر الماضي. نحن عم نشوف أنه عندي التضخم متراجع وضعيف في داخل الاقتصاد الصيني، وأعتقد الانتعاشة الأخيرة كانت هي بسبب يعني التوجه نحو القروض القصيرة الأجل، وأيضا نحو شراء السندات الحكومية. هذا هو الشيء الوحيد اللي خلينا نقول تحفز بعض الشيء مؤخرا. معدلات النمو عند 3.8% تعتبر أقل من القراءات السابقة، ولكن لا تعتبر سلبية. بكل الكلمات، اليوان معرض لمزيد من التراجع أمام الدولار الأمريكي الذي تتجه به الفدرال الأمريكي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، وفي الوقت نفسه عندنا إبقاء يعني مجرد الإبقاء على السياسة النقدية كما هي في داخل الاقتصاد الصيني يعتبر تحفيزا في الوقت الراهن، ويبعد أي احتمالية أن يكون في عندي رفعة لأسعار الفائدة. مستويات 6.3 أعتقد هي البنش مارك، وهي المستويات التي يعني يقف عندها اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي، وهو معرض لمزيد من الارتفاعات كدولار أمريكي أمام اليوان الصيني. دعنا ننتقل سيد رائد إلى أسعار النفط، وكما نلحظ بأنه على الرغم أنه اليوم سجلنا بعض الارتفاع المحدود، لكن تتراجع أسعار النفط. يعني بداية الأسبوع الفائت كنا على 124 دولار للبرميل، اليوم نتحدث عن 113 دولار للبرميل. ما هي الأسباب؟ هل المخاوف العالمية من دخول الاقتصاد في ركود؟ هل هي حالة الإغلاق في الصين؟ ما هي الأسباب التي تدفع أسعار النفط للتراجع؟ حقيقة ما دفع النفط إلى تراجع بشكل واضح أنه هو يعني التراجع الطلب، كما ذكرتي المخاوف والقلق من الفترة المستقبلية أنه نحن داخلين إلى ركود، أثر ذلك على مستويات الطلب وتوقعات الطاقة الدولية. بنضبط الطاقة الدولية واضحة بهذا الشأن، كانت أنه تتوقع أنه نمو أقل من المتوقع في الطلب، ويبقى عند مستويات 99 مليون برميل يوميا، وهو دون القراءات التي كان عليها قبل الجائحة. بمعنى آخر أنه في عندي تراجع في الطلب متوقع خلال الفترة القادمة نتيجة للركود الاقتصادي الذي بدأنا نستشعره ونستشعر حدوثه، والفدرال الأمريكي أكد ذلك من خلال توجهه إلى تخفيضات في أسعار الفائدة خلال العام القادم، على الرغم من توجهه إلى تشديدها الآن. البيانات تشير إلى ذلك، بالتالي النفط بدأ يتجاوب مع هذه الأحداث، بدأ بالتراجع فعليا. ولكن لا ننسى أن النفط أصلا مرتفع، نحن عند مستويات 42% ارتفاع منذ مطلع العام حتى الآن، وبالتالي حتى مع تراجعاته المحدودة التي نحن نشهدها حاليا لا يزال مرتفع بشكل كبير. طيب سؤال أخير سيد رائد، يتعلق اليوم بقوة بعض من العملات على الرغم من قرار الفدرال الأمريكي، لكن نجد أن اليورو والفرنك مرتفعين. ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي تدعم أداء هذه العملات على الرغم أن الفدرالي يعني واضح في اتجاهه بالتجديد المستمر؟
يعني نحن شاهدنا هذا الأمر حقيقة ولاحظناه بشكل واضح، ولكن السبب في ذلك هو التدخل المباشر من قبل المركزي السويسري، وطبعا هذا الأمر يعيد للأذهان نوعا ما بالواقع عام 2015، وهي توجهات مفاجئة. كان في رفع أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس، وهي الآن عند ناقص 0.25%، في حين المركز الأوروبي لا يزال نوعا ما متباطئ بعملية تشديد السياسة النقدية، توقعات برفعها 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم. هذا الارتفاع الكبير نسبيا الذي قام به المركزي السويسري نوعا ما خلى بشروط المعادلة، فبالتالي نحن عم نشهد هذا الضغط على الفرنك السويسري بالارتفاع، وكذلك الأمر أنه هو يعمل معاملة الملاذ الآمن في ظل الانسرتينتي والتوترات الجيوسياسية، وكذلك الأمر القلق من الفترة القادمة التي قد يدخل فيها الاقتصاد في ركود. فنلاحظ أنه في عندنا ضغط واضح باتجاه الفرنك السويسري، كما كذلك الأمر يعني يوضح هذا الأمر أنه في عندنا نوع من التوجه الحاد نحو الفرنك السويسري في الوقت الحالي، في حين اليورو يعاني أمام معظم العملات وأمام الدولار الأمريكي وبلا شك أمام الفرنك السويسري. هذا هو الوضع الراهن لهذا الزوج حاليا. نعم، وأشكرك سيد رائد القدر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب.